لا انا السلاح اللي معايا فيه اس اس خرا اصلا. اهم حاجه ما حد يضرب عليك تحدد اتجاه الضرب. بيظهر لك على الخريطه الضرب من الاتجاه المعين، بتروح باصص ناحيته خلاص عرفت ان هو من الناحيه دي يعني، او تحاول تهرب الاول وبعد كده ايه، بس انت ما قدامكش حاجه تاني. وبعدين احنا مش على فكره مش فاضل كتير، فاضل 16. المشكلة إن الواحد معهوش حاجات، مش ملوت حاجات كتير أصلا. كده كده أصلا الناس هي اللي هتجيلك، فأنت ما عندكش حاجة تاني. آه بس هتعدي الجسر اللي بره أي حد، بس هو الفكرة إن في طريقين للجسر، في طريقين في ناحيتين، في جسرين، الجسر ده وجسر السويس. في رجلين، في ناس طالعه لنا، في ناس طالعه لنا. اه استخبى ورا، ماشي ماشي كده كويس. في رجلين ظهرت على الخريطه لو خدت بالك. اوبا ده بنجنب سنايبر. اه تعالى تعالى جنبي. انا مش عارف اللي بيضرب السنايبر ده بيضرب منين. ايه قنبله قنبله، نط بسرعه. البيت جوه مش هتعرف يا حبيبتي. اوبا انت جت جت من التعريف. طب ابعد عن المروحة. اوبا احنا جبنا، عمال يحدث في قنابل وحاجات. قنبله هو شايفين انا مش فاضي واجي. ثواني هون مش هو على فكرة عشان الأول هو جه شاف آثار رجلين وبص معاه قوم أصلا، هما دول اللي واخدين الدروب اللي جنبنا. قوم اللي على ظهره ده أقوى سلاح في اللعبة. آه سنايبر بس من طلقة واحدة ممكن يموت لو جات في الدماغ.
اوم اي دبليو ام، والسلاح التاني اللي في ايده ده سلاح ال 100 طلقة، سلاح فيه 100 طلقة ام 249. بص يا عم اكزت يا عم وتعالى نتقدم تاني. يلا ماشي.